إيكو آر. من بين الأنشطة اللي قام بها الديوان الوطني للصناعات التقليدية هو تنظيم الأيام الترويجية للصناعات التقليدية، وذلك من 20 إلى 25 فيفري 2023 بقاعة الأخبار بتونس العاصمة بإشراف من وزارة المرأة، وذلك لمزيد التشجيع للصناعات التقليدية والترويج للمنتوجات المحلية. في ضيافتي فنان مع سندس من سنهار الماضي ساعتين على الحياة فان. في ضيافتي فنان، في ضيافتي فنان. أيضا الفقرة هذه كما شفتوا ونشوفوا فيها البلاغات العامة، تعلم الإدارة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية أنه توقيت العمل بمركز التصميم والابتكار بالدندان يكون كما يلي: نهار الاثنين نهار الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء، وأيضا يوم السبت والأحد من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء حسب الأنشطة المبرمجة. في ضيافتي فنان مع سندس من نهار الماضي ساعتين على الحياة فان. في ضيافتي فنان، في ضيافتي فنان. في ضيافتي فنان هذا البرنامج اللي كنتوا تسمعوا فيه بتقديم من صوت اسبوعي، ايضا عنا الاخراج التقني سي احمد المخلوفي، ايضا احمد الشفار كان معنا في الديجيتال، مشكوره سوسن على خدماتها في ستوندار. اكيد انتم مواصلين متابعتكم لبرامجنا في اذاعه الحياه افهم، نقول لكم شهيه طيبه ومتابعه اطيب لبقيه برامجنا. زهره الحياه.